وبالانتقال إلى عالم العقار، فقد شهد السوق العقارية في المملكة تراجعا في حجم التداول بنسبة بلغت 24% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر شباط، رافقها ضعف الإقبال على شراء الشقق خاصة المشمولة في قرار الإعفاءات من رسوم التسجيل، حيث تراجعت قيمة الإعفاءات بنسبة 26% إذ بلغت 9 ملايين دينار. وللحديث أكثر عن تراجع النشاط العقاري في المملكة ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس جمعية مستثمري الإسكان زهير العمري. سيد زهير، أهلا بك. أهلا فيك أخي، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. برأيك ما هي أسباب تراجع التداول العقاري في المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر شباط وكانت بنسبة مرتفعة حيث بلغت 24%؟ نعم يا سيدي، هو مسلسل التراجع بدأ من بداية عام 2015 بشكل واضح وجلي، يعني ما في ولا سنة من عام 2015 صار فيها نمو في هذا القطاع، كله تراجع، إلا أنه الشهرين الأولين من هذا العام صحيح يعني تفاجأنا بالأرقام، 24% في خلال شهرين التراجع بالمقارنة مع شهرين من العام الماضي، مع أول شهرين من العام الماضي، طبعا مع أول شهرين من عام 2017 وصل 30%. وللأسف أرقام نقابة المهندسين اللي هي بتم فيها تدقيق الأمتار الهندسية أو المربعة اللي راح تنشغل في المملكة خلال الأشهر القادمة، حيث بلغ تراجع أيضا في نقابة المهندسين 37.5% في أول شهرين. فكلها أرقام يعني بصراحة هذا التراجع طبعا يعود إلى الحالة الاقتصادية العامة اللي بمر فيها الوطن، وكذلك هناك يعني أسباب عديدة، منها مثلا ارتفاع أسعار الفائدة البنكية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض السكنية من معدل 6% تقريبا إلى حوالي 10% الآن، هذا كان له أثر كبير. هناك أيضا التشدد في التشريعات المتعلقة بالعقار في أنظمة البناء في مدينة عمان، للأسف هذا التشدد اللي كان من أمانة عمان له كمان دور كبير في هذا التراجع، لأنه يعني ما كان هناك يعني دعم لهذا القطاع أو تحفيز لهذا القطاع من خلال التشريعات، بل كان التشدد هو العنوان. فهي النتائج هذه. يعني سيد زهير، ماذا عن ارتفاع أسعار الشقق وهي كانت أبرز شكاوى المواطنين؟ نعم أنا معك 100%، لأنه أسعار الأراضي أخي الكريم في العقود الماضية، خلينا نأخذ إحنا آخر 30 سنة، ارتفعت أسعار الأراضي حوالي 50 ضعف عن ما كانت عليه قبل 30 عام. طبعا هذا الحكي عندما كانت مثلا في عام 90 كانت مساهمة قيمة الأرض في العقار في الشقة حوالي 12%، الآن بتشكل حوالي 60% في بعض المناطق في عمان. هذا السبب الرئيسي أخي، وارتفاع أسعار المواد الإنشائية، ارتفاع كلفة العمالة، كل هذه الأسباب أدت لارتفاع أسعار العقار، وأدى أيضا إلى يعني تراجع حالة وضع المستثمرين. أيضا إحنا بنلاحظ الآن الهجرة للأسف. سيد زهير، الحلول، هل هناك حلول عملية؟ بالتأكيد يعني الحكومة مطلوب منها أنها تساعد معنا في أولا تخفيض الفوائد البنكية على القروض السكنية أسوة بمعظم دول العالم، القرض السكني للمواطن للمرة الأولى مدعوم في كل دول العالم. طبعا هناك آليات لدى البنك المركزي بيستطيع أنه يستخدمها ويخفض الفائدة، هذا واحد. تعديل التشريعات المتعلقة بأنظمة البناء في مدينة عمان والإسراع في تعديلها، لأنه بصراحة هي أحد الأسباب الرئيسية. أيضا باعتقادي كمان إذا توسعنا شوي في البنية التحتية وخرجنا بتعليمات لإنشاء ضواحي سكنية متكاملة الخدمات في المناطق القريبة من التنظيم بجوار المدن القائمة حاليا بأحكام جديدة بعيدة عن تسميات ألف وباء وجيم، ضمن معايير معينة، ضمن أحكام معينة اللي تستطيع تخفض كلفة السكن. أيضا باعتقادي إذا جمعنا هذه يعني هذه المطالب وحققناها للمستثمرين، أعتقد أنه راح يكون هناك نهضة لهذا القطاع. رئيس جمعية مستثمري الإسكان سيد زهير العمري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.